يعني الناس كانت يمكن بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي انه الجو ده مش عاجبنا اليومين اللي فاتوا يعني، وعايزين الشتاء، وهو الشتاء بدأ يعني، بدأت الأجواء الشتوية فعلا في بعض المحافظات. خلينا نتكلم عن المحافظات الساحلية بالذات اللي شهدت تساقط للأمطار في بعض المناطق، وكان في تعامل سريع لرفع تراكمات المياه وتسهيل حركة المواطنين في الشوارع. خلونا دلوقتي نكلم عبر الهاتف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللي معانا دلوقتي. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا معاك استاذه سنتي وسهلا المشاهدين، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على مصر كلها. اهلا بيك يا فندم، يعني حابين نعرف من حضرتك الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا بعد مواجهه الامطار اللي شهدتها المحافظات من امبارح. حضرتك احنا من يوم الاربعاء جالنا انذار مهيئه الاعصاب ان في تغيرات في الحاله الجويه واحتمالات سقوط امطار من الاربعاء اول امبارح، يعني رافعين حاله الاستعداد بتاعتنا بتاعت اجهزه الشركه كلها وأجهزة التنفيذية في المحافظة. عربياتنا منتشرة في على مستوى المحافظة بالكامل، وبدلاتنا منتشرة بالتعاون مع كل جهات تنفيذية أساسا شركة المية وكل الزملاء في أجهزة المرافق. الحمد لله يعني يمكن حضرتك بنتكلم على امبارح والنهارده مثلا كانت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة. بالليل كانت يعني شدت قوي في غرب المحافظة في منطقة العمرية ومنطقة العجمي. كل التجمعات اللي حصلت على مدار الساعة تم التعامل معاها برضه زي ما بقول لحضرتك كده بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة في المحافظة. هل ده توقيت نوى يا فندم في الإسكندرية؟ هو حضرتك زي ما قلنا كده إن مع التغيرات المناخية بقت التوقيتات بتختلف شوية، يعني هو طبعا في نوى نوة رأس السنة بتبقى يوم 25، قبلها شوية بعدها شوية. فيعني احنا في التوقيت بتاعها يعني كده قربنا منها قوي يعني. طب يعني حابين نعرف من حضرتك هل بيبقى في تواصل بينكم وبين هيئه الارصاد الجويه، وبتبلغكم ازاي يعني قبلها بكام ساعه تقريبا فبتعرفوا انه في يمكن امطار او تقلبات في الجو؟ اكيد يا فندم احنا يعني التواصل على مدار الساعه مع زملاء في هيئه الارصاد، ويمكن استاذ رئيس الهيئه عين لنا دكتوره فاضله معانا الاسكندريه بالذات، بتبعت لنا على طول الخرائط والتوقعات قبلها قبل اليوم بيوم كامل، بتبعت لنا توقعات الامطار في الاسكندريه. وعلى مدار الساعه ولا حصل تغير حتى، يمكن عشان ساعات الجو بيغير بسرعه كده، فبتبعت لنا برضو انذارات وشكل السحب وتوقعات الامطار وكده، بتبعت لنا على مدار الساعه زميله فاضله من هيئه الارصاد الدكتوره امان شاكر، هي اللي معانا في محافظه الدكتوره ايمان شاكر. طيب يعني حابين نعرف من حضرتك يمكن ابرز الاماكن اللي شافت في المحافظه تساقط غزير للمياه وحصل تراكم فيها في الشوارع. يعني عايز اكد لحضرتك ان كل محافظه كان فيها امطار، بس زي ما بقول لحضرتك كده خفيفه ومتوسطه، ما زادتش قوي الا في حي العمريه. ويمكن يعني كان الساعه 2 صباحا اليوم يعني كان المياه زياده جامده جدا، وحصل بعض التجمعات على الطريق الصحراوي. الحمد لله تم التعامل معاها ورفع الامطار المياه المجمعه كلها، وعادت حالة الحركة المرية إلى حالتها الطبيعية بدون أي تأثير على حركة السيارات. هي مراجعة وصيانة الروافع، هل بيتم مراجعتها مع بداية كل شتاء ولا إيه اللي بيحصل؟ حابين نفهم من حضرتك. والله يا فندم احنا ما استناش الشتاء، يعني من بعد انتهاء الشتاء بنستعد للشتاء اللي بعديه. اسكندرية احنا عارفين ان هي يعني محافظة ساحلية بيجي لها أمطار غزيرة جدا، فاحنا سنويا بنستعد من نهاية الشتاء السابق للشتاء الحالي. هي خطة كبيرة بقى، تطهير شنايش، تطهير مطابق للشبكات بتاعتنا، رفع كفاءة محطات الرفع ومحطات المعالجة، رفع كفاءة المعدات والسيارات وجهازيتنا. لو حكى احنا متوقعين دايما اسكندرية فيها يعني أمطار وخير كتير. يمكن احنا السنة دي عندنا مستجد يعني الدولة موفرالنا، بدأنا نشتغل في منظومة فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي في ثلاث أماكن في الإسكندرية. الحمد لله مشاريع خلصت وطلعت للنور المرحلة الأولى، الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي في الإسكندرية. ويمكن إن شاء الله لما تكمل هذه المنظومة مش هتلاقي حضرتك أي تجمعات على مستوى الإسكندرية بالكامل بإذن الله. طب إحنا إيه الخطوة الجاية في المشروع ده؟ يعني احنا عملنا ثلاث مناطق دلوقتي حضرتك بتقول، او ثلاث خطوات ليها صح؟ هو حضرتك المشروع زي ما بقول لحضرتك كده مشروع كبير كده من دعم كامل من الدوله، من القياده السياسيه ومن دوله رئيس الوزراء، وكل الدوله مدعمانا فيه. الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه جامعه اسكندريه. التعاون هنا بيتم والتنظيم من خلال معالي الوزير المحافظ اللي هو رئيس المنظومه هنا في الاسكندريه،
بالتعاون مع كل بقى شركات المرافق واداره المرور وكل العاملين في الاسكندريه اتنفذ منه الاسبقيه الاولى من المرحله الاولى. يعني المرحله الاولى دي تسع مشروعات تنفذ منهم ثلاثه وخلصوا خلال الشهرين الشهر 9 وشهر 10 السابقين دول على طول. الست مشروعات الباقيين ان شاء الله تباعا كده هيتنفذوا. برضو دايما احنا مع الوزير المحافظ ولجنه التنفيذيه بنراعي برضو موضوع ان احنا اي شغل في اسكندريه برضو بياثر على الحركه المروريه وعلى المدارس وعلى الطلبه وعلى العاملين، فدايما بيبقى في مراعاه للحاجات دي والتنسيق بيتم عشان يبقى العمل في توقيتات ما تاثرش على الحركه المروريه في الاسكندريه. وفي الحقيقه احنا عارفين ان يمكن كمان في تواجد كبير ميداني لحضراتكم في وقت الذروه للامطار. كل الشكر ليك اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، شكرا ليك يا فندم.